شارع بغداد في اسطنبول، أو كما كان يسمى قديماً بشارع البشاوات أيام السلطان عبد الحميد الثاني. بقايا القصور التي تحولت إلى مقاهٍ ومطاعم شواهد على رقي هذا الشارع ومكانته في تاريخ الدولة العثمانية. أما اليوم فيسمى الشارع أيضاً باسم شارع الموضة، حيث توجد العلامات التجارية الشهيرة ومراكز التسوق وكل ما يخطر على البال. شارع بغداد واحد من أفضل وأعرق شوارع اسطنبول السياحية التي تقع في اسطنبول الآسيوية، وتحديداً في منطقة كادوكوي الشهيرة، وكان موطناً للطبقة الغنية والمرفهة. يرجع تاريخ شارع بغداد في اسطنبول إلى عصر الحضارة العثمانية، حيث كان يربط بين القسطنطينية والأناضول. كان هذا الشارع يستخدم للتجارة والأغراض العسكرية، وتمت تسميته بهذا الاسم بعد سيطرة السلطان مراد الرابع على بغداد عام 1638. ازدهر الشارع في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وأصبح مركزاً رئيسياً لإقامة الطبقات الغنية، إذ أن باشوات تلك الفترة وكبار رجالها راحوا يتسابقون لشراء الأراضي في منطقة كادوكوي لبناء منازلهم وقصورهم بجانب قصر السلطان بغية التقرب منه. في شارع بغداد الكثير من المقاهي والمطاعم الفاخرة التي تقدم أشهى الأطباق من المطبخ التركي. يقام في هذا الشارع الكثير من النشاطات والاحتفالات القومية والوطنية. ومن أهم المعالم السياحية القريبة من موقع شارع بغداد في اسطنبول الآسيوية حديقة الحرية ومتحف الألعاب في اسطنبول. يعتبر الشارع الأطول في اسطنبول للتسوق وشراء كافة أنواع المستلزمات، ويعد أيضاً من أهم المناطق التي تبتاع منها فساتين الأفراح والأعراس، كما يعد من أغلى مناطق اسطنبول وأرقاها، إذ يعتبر السادس من حيث ارتفاع إيجارات المنازل والمحال التجارية، وله إطلالة على ساحل البحر. يعد المكان الأفضل لمزاولة الرياضة، وخصوصاً حين ترتفع درجات الحرارة، حيث توجد أماكن مخصصة للجري والمشي على شاطئ البحر مباشرةً.